شاهدنا في الحلقة السابقة جاكي عملية سرقة، إنها عصابة اليد السوداء، إنهم يستخدمون حرارة الرموز. ما نفعله سيبقيك مقيدا إلى الإنسان الذي تختاره إلى أن تطلق سراحنا. الإنسان الأكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف هو جاكي شان. إيدي عدا شندو اقضوا عليهم. أنا لا أفهم ذلك. فالمونت كانت غير صحيحة أبدا. أنا سأتكفل بهم. لدي فكرة أفضل. اذهبوا بسرعة، سوف أقضي عليكم بقوة لتشي. هيا اذهبوا، اذهبوا بسرعة. عمي كانت قوة مميزة. إنه لتشي البسيط، لدي غيره في كتابي. إذن لقد عاد التنين الشرير وهو يجمع الرموز. الرموز ليست مهمة الآن، فشندو أصبح طيفاً، وحتى الرموز لا يمكنها تغيير ذلك. هل تظن أنه ينوي القيام بعمل أكبر؟ الكتاب الذي سرقه شندو من المكتبة يمثل نقطة رئيسية لفهم دوافعه. ولكن أي كتاب سرق؟ كيف لي أن أعرف؟ يجب أن نجري عملية جرد. كل هذه الكتب تحتوي على وصفات. لا تلمسها. حسناً، العملية أكبر من إمكانية فالمونت يا سيدي. لقد عاد التنين من المنفى. نعم ذو الرموز القوية، لم أصدق ذلك إلى أن... نعم أنا بخير. جاكي لا نستطيع التحرك، فالأشرار أقوى من أن يمنعهم عالم آثار يا جيد. ما زالوا بحاجة إليك صح؟ جاكي تحدثت تواً مع رؤسائي في العاصمة. سيرسلون تعزيزات؟ لا، أحالوا قضية اليد السوداء إلى الفرقة ميم 7. ما كان علي أن أذكر كلمة الرموز، لكن لا وقت لدينا. تشير الحواسيب إلى أن فالمونت قد غادر البلاد. ولكن كيف ستقوم ب... يدي مقيدتان، أما أنت فلا. لكن يجب أن أذهب. لا تستطيع مواجهته بمفردك، ستحتاج إلى الدعم. لذا سأذهب لأحضر عمي. الجد هو العقل، وأنت بحاجة إلى القوة. أعلم أين سأجد بعضا منها. صباح الخير إلتورو فويرتي. نعم مكالمة. جيد، هذا غريب. لا يمكننا المغادرة حتى نعرف ما الذي يخططه شندو، ولن نعرف ذلك حتى نعلم أي كتاب أخذ. من هذا؟ انصرف، فالمحل مغلق لإجراء جرد. نحن لسنا زبائن. جاكي هناك لص، اخرج. ولكنه ليس لصا يا عمي. اصمت. طبعا هو لص، فهو يضع قناعا. لا التورو فويرتي لا ينزع قناعه أبدا. أنت من عصابة اليد السوداء. جاكي شكراً. هذا هو متجر التحف الصيني؟ ما بهما؟ فايبر؟ لا يسمح للصوص في متجر العام. كيف تكون لصة؟ إنها لا تضع قناعاً ولا تخرب المتجر. توقف تهرو معنا الآن. كان يقول الحقيقة. آسف.
فايبر التورو، أهلا بكما. من دعاك أنت؟ أنا مع التورو وحيثما يذهب أتبعه. حسنا يا باكو، شاهد جاكي عندما يضرب التورو. ولكن التورو هو الذي سيوجه الضربات. جاكي التورو، جاكي التورو، جاكي التورو، جاكي. جيد، أوضحي. إنه فريقك يا جاكي، الصقور، الأفاعي، الأبطال الخمسة. الأبطال؟ خمسة، أنت وأنا اثنان ومع فايبر والتورو نصبح أربعة، وأنا باكو العضو الخامس في الفريق. كنت أفكر بشخص أكثر قوة. إنه شرف لي. يؤسفني مجيئكم دون مبرر، ولكن ابنة أخي تحب أن تقوم بالمزح دائماً. لن أقبل مساعدتكم. لم أتوقع أنك أناني، خصوصاً إذا كانت المساعدة من لصة محترفة. لصة سابقة، لقد عدت إلى جادة الصواب. الكتاب، الكتاب المفقود. أي واحد هو؟ دليل الصناعات القديمة الموجودة في هضبة التيبت. إنها صناعات مميزة بالتأكيد. صندوق بانكو. قريباً سأحرر أصدقائي وسيبدأ عهد جديد من الرعب. لقد استخدم الكابتن بلاك نفوذه وأحضر طائرة النفاثة. هيا أيها الفريق. جيد، لا يوجد فريق. صحيح، وماذا سنفعل بهذه السترات؟ لا دهرو، اهتم بالمتجر وراقب جيد. أما أنتم هيا اخرجوا. إنه جسمي وعلي العودة إلى. هل تريد أن تتحداني؟ شعري. ستعاني بسبب وقاحتك. أخرج من رأسي. إذن من سنؤيد؟ لا أعلم بشأن هذا يا جيد، تعليمات العم كانت واضحة. طلب منك أن تهتم بالمتجر وتراقبني، لا يمكنك القيام بالمهمتين. وطلب منا أن نخرج من متجره، وهذا ما قمنا به. سنمضي الليلة هنا. ولكن ماذا عن شيندو؟ يجب أن نسرع قبل أي. أنت تحتاج إلى مساعدتي في هزيمة الشر، صح؟ إذن دعني أرتح أولا. لقد أرهق فالمونت أخيرا بعد أن ضرب نفسه. نعم أنا مرهق أيضا. طابت ليلتك، تصبح على خير. أراك غدا أيتها الرموز. ماذا تفعلين هنا؟ ماذا يبدو لك؟ شكراً، هيا ابتعدي. أنا أبتعد؟ أنا لصة، أتذكر؟ لصة سابقاً، اتركيها، اتركيها، قلت لك اتركيها. قهوة الدب النائم، الذئب الجائع ينطق. تورو صديقي، أنت حي؟ سررت بلقائكم. إنه خائن. دعوه يتذوق الرموز. قوانا. سروالي. آه.
الرموز معهم. آسف. أرجو أن تكونوا قد ارتحتم، والآن اتبعوني. جاكي! لا تصرخا، فأنا لا أستطيع النوم. تهرو! إذا كنت هنا فمن يهتم بمتجري؟ أنا. لا تقلق، متجرك بخير. واتوتشي، انظري ما الذي فعلته. ليست غلطتي، إنك فاشل. أردنا المساعدة. من دوننا كنت ستسحق. لكنني سحقت فعلا، وبقيت لدى اليد السوداء كافة الرموز. قلت لك إن الرموز ليست ذات أهمية. لكن الرموز مهمة جدا. الرموز ليست مهمة. مهمة جدا. ليست مهمة. مهمة. ليست مهمة. مهمة. ليست مهمة. مهمة. إنها غلطتك. لا، أنت السبب. غلطتك. أنت السبب. لا وقت لدينا لهذه الأمور. هيا سنلاحق شندو. مهمة. ليست مهمة. هل سنواجههم؟ لا، فلديهم الرموز، سنخدعهم. إنها غضبت يا فايبر. أجل، لن أصغي إليك، فأنا أفعل هذا من أجل جيد. جيد؟ باكو، أين الطفلان؟ إنه صندوق بانكو، خذوه بسرعة. خذه أنت. أنا لا أستطيع لمسه، إنه من النوع الخير، وأنا بالتأكيد لا أتطابق معه. إذا لم يرغب فيه أحد سأخذه أنا. اقضوا عليهم. تقلق، سينقذنا جاكي. لا، التورو سوف ينقذنا. جاكي. التورو. جاكي. التورو. جاكي. التورو. جاكي. التورو. انظر، انه الفريق. اتركوهما. اي، سيقضي عليهم. انتظرا هنا. النقوش. النقوش. الاختفاء والسرعة، سأشبعك ضربا أيها السمين. يجب تفحص المكابح. ريد، هل أستطيع استعارة رمز؟ أنا مشغول. ماذا؟ 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 أعطني إياه. نظاراتي. سمك أرض حوت. آسف، لم أسمع ما قلت. قلت سمك. لم تدعني أكمل ما قلت. لم أكن أستخدم هذه، أما الآن فأنا غاضب. عرض النجمي. لا. جاكي، تحدثي لاحقا. أنت بحاجة إلى عدسات لاصقة.
ربما لن تحتاج إلى هذا. هيا يا جاكي. هيا هاتوا غيره. أنا أقوى منك يا إلتورو. لا لست كذلك. إن ويان، قوة التوازن لن تتمكن من التغلب علي. التوازن النفسي يا ذكي. أنت تحجب الضوء عني. أتبحثون عن هذا؟ لقد حصلنا على الرموز كلها. توقفوا، الرموز ليست مهمة، النقوش هي المهمة. كان شندو صديقا لثمانية من الأشرار الذين نشروا الرعب في العالم القديم، وكان لكل منهم نوع من القوة. النجوم والقمر والرعد والأرض والجبل والرياح والماء، وواحد تلو آخر هزم الأشرار الثمانية على يد الأبطال الثمانية في الصين القديمة. استخدم البشر قوة تشي لنفي الأشرار إلى عالم بعيد، ثم استخدموا صندوق بانكو لإحكام الإغلاق عليهم. كل شرير وراء بابه الخاص، والشيء الوحيد الذي يمكنه فتح وإغلاق تلك الأبواب هو صندوق بانكو نفسه. لذا كان من الجيد تماماً أن شندو لم يستطع. أخذ شندو صندوق بانكو. لا، يجب أن نسترجعه قبل أن يعثر على الأبواب ويطلق الأشرار السبعة. جعلت الكابتن بلاك يؤمن رحلة عودة لكل واحد. إنها طريقتي في التعبير عن شكري على مساعدتكم. ألم تصغي إلى الهم؟ العمل لم ينتهي. لكن جيد محقة، سيقوم شندو بإطلاق الأشرار. لا يمكننا قبول مساعدة من لص. أنا مصارع، هي لصة. لصة سابقة، في المرة القادمة جيت ستتصل بك أنت. وقد يكون إلتور هو الأفضل. ربما جاكي هو الأفضل، لكن الفريق هو الأبرع. شيء آخر، علي العودة إلى متجري. لقد قلت لك إنه في أيدٍ أمينة. تحول إلى ضفدع، تحول إلى ضفدع. جاكي؟ نعم. هل تشاهد هذا المسلسل؟ طبعاً، بكل تأكيد. يجب علي أن أشاهد كل حلقة، إنه كأحد أفلامي. أريد صنع فيلم يفهم فيه الجميع ما أفعل وما أقول. أريد التأكد من أن الرسوم تمثلني وأنها مفيدة للأطفال. لا شيء خطأ، كل شيء جيد.